سيد سفير، منصب جديد. أولا ألف مبروك، وأن يكون مصريا برضو ده يعني كالعادة المصريون دائما سباقون في هذا الأمر. لكن الحقيقة الناس تسأل على الجوب ديسكريبشن، يعني على طبيعة الوظيفة، ما هي طبيعة التكليف، كيف كلفت، ما هي المهام، إيه الخطة اللي بتراها، خاصة أنه لم يكن هناك سابقة لمثل هذا النوع من القمم التي تجمع الزعماء العرب مع الزعماء الأوروبيين. قل لنا حضرتك كيف ستتناول هذا المنصب في أيامه الأولى؟ أولا أنا بشكر حضراتكم على استضافتي مع اثنين من أكثر المقدمين البرامج مرموقين الله في عالم الإعلام، وده كلام ليس مجاملة. هذا المنصب استحدث في، عايز قبل ما أبتدي في المنصب أقول لحضراتكم إنه هذه القمة كانت معرضة لمتاعب كثيرة، لأنه سبق هذه القمة اجتماع في بروكسل في فبراير، واجتماع على مستوى وزراء الخارجيه للتمهيد للقمه، وادت الخلافات عدم حاله الاتفاق، وده يمكن هيفصل لنا بعض الامور، انه ما صدرش بيان عن الاجتماع الوزاري، ولكن استمرت المشاورات حتى تقرر قبل عقد هذه القمه بثلاثه اسابيع تم الاتفاق على عقد القمه. يعني القمه دي لم تولد بسهوله يا سيد سفير، بصعوبه شديده، ولاده عسره نتيجه، واظن ده كان امر صحي جدا انه من البدايه نبقى واقعين مع انفسنا ومع الاخرين، فانه هناك قضايا نختلف عليها، وانه عفى الزمن عن ان ندعي ان لا توجد خلافات او ان لا نواجه هذه الخلافات كما هي. وبالتالي كان هنا التكليف في لحظه متاخره، كان التكليف ان يتم تنظيم هذا المؤتمر، وانه بطبيعه الامور كان لابد انه يبقى على اعلى مستوى من الاعداد المراسمي والشكلي والموضوعي. يعني ما انكرش ان انا كنت مستصعب هذا الامر، انما يعني استطيع ان اعترف انه أولا يعني انا افهم ان مصر علمت بهذا المؤتمر. مش علمت. لا اقصد يعني الاستعدادات والجاستس اللي احنا شايفينها دي كلها كانت قبل المؤتمر بثلاث اسابيع. كل ما تراه تم في خلال ثلاث اسابيع الماضيه. والله ده شيء يدعو للفخر يعني. ده يعني انا فخور ان انا اكون جزء من هذا، وبالتالي فكان التكليف ان يتم الاعداد لهذا المؤتمر، تعقيدات تفاصيل كثيره جدا جدا، سواء مراسميه او فنيه او موضوعيه. انما طاقم رائع من وزاره الخارجيه وطاقم رائع من رئاسه الجمهوريه تم بالتشارك بيننا تنظيم كل ما ترونه الان، والحقيقه انا يعني بعدد من وفود قالوا نحن لا نظن أن أي دولة في أوروبا تستطيع أن تنجز مثل هذا الإنجاز.